ما دلالات استئناف تصدير النفط للخارج في الوقت الراهن؟ وما حجم إمكانيات الحكومة لحماية خطوط النقل وتأمينها؟ وما الأفق المتاح ليستمر القطاع النفطي في نشاطه في ظل الانقسام العسكري والمناطق الذي يشهده الوطن؟ أهلا بكم. بعد توقف أو إيقاف دام 5 سنوات، استأنفت شركة صافر لإنتاج واستكشاف النفط التصدير، لكن عبر البر هذه المرة، على خلاف ما هو متوقع أن يكون بالضخ عبر الأنبوب الممتد بين صافر والنشيمة بمحافظة شبوة. أرسلت الشركة أول شحنة نفط عبر 10 ناقلات ترافقها قوة حماية عسكرية، إلا أنها تعرضت لهجوم مباغت من قبل مسلحين ينتمون لقبيلة الدماشقة المناوئين للسلطة المحلية في مأرب. الهجوم أسفر عن تدمير ناقلة، ونجحت الحماية في إنقاذ بقية القافلة التي واصلت طريقها إلى القطاع 4 بمنطقة عياذ بشبوة، والذي منه سيضخ النفط عبر أنبوب إلى ميناء النشيمة النفطي ومنه للتصدير الخارجي. إلى أن تحديا مفاجئا يتمثل في عرقلة الشركة النمساوية OMV من خلال رفض إفراغ الشحنة مباشرة في القطاع المستهدف، وهي شركة تملك الإمارات نسبة من أسهمها. بروز هذه التحديات الأمنية واللوجستية تثير تساؤلات تتعلق بقدرة الحكومة فعليا على تجاوزها لضمان نجاح التصدير واستمراره، كما يثير الأسئلة حول طبيعة المصالح المتقاطعة لقوى النفوذ المتغولة في قطاع النفط والغاز وإنتاجه وتصديره وتهريبه أيضا. بعد توقف دام 5 سنوات تقريبا بسبب الانقلاب والحرب وتداعياتهما، استأنفت الحكومة إجراءات تصدير نفط مأرب. وفقا لمصدر في شركة صافر لإنتاج واستكشاف النفط، فإن الشركة شرعت اليوم في تصدير أول شحنة نفط خام من حقول صافر بمأرب. الخطوة التي تأخرت كثيرا يمكنها أن تشكل تطورا جيدا يصب في خانة تعزيز الاقتصاد الوطني ورفض خزينة الدولة بالعملة الصعبة، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من ضغوط اقتصادية تلقي بظلالها السيئة على مختلف الأصعدة. في منطقة رويك الواقعة في محافظة مأرب، تعرضت قافلة النفط المصدر المكونة من 10 ناقلات لهجوم مباغت من عصابة مسلحة، ما أسفر عن تدمير 1 الناقلات، فيما استكملت البقية طريقها إلى منطقة عياذ الواقعة في محافظة شبوة، بينها 3 ناقلات تعرضت لأضرار بالغة، ليتم بعد ذلك ضخ الكمية منها عبر أنبوب النفط إلى ميناء النشيمة استعدادا للتصدير كما هو مقرر. رفضت شركة OMV النمساوية التي تملك الإمارات نسبة فيها تفريغ الشحنة القادمة من مأرب في موقع التفريغ بالقطاع 4 الذي تديره الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية. هذه المستجدات تثير التساؤل عن أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها، وقبل ذلك قدرة الحكومة على إعادة تشغيل حقولها النفطية والتصدي ابتداء للتحديات الأمنية المحلية التي تعيق عملية التصدير، ثم كيف يمكن تجاوز النفوذ الإماراتي عبر الشركة النمساوية. خلال السنوات الماضية بقيت دول التحالف تمنع الحكومة من تصدير نفطها، وهو ما جعل الشرعية مرتهنة لحسابات هذه الدول وفريسة لأطماعها التي أودت بالبلد إلى هذه المآلات القاتمة. فهل سنرى توجها جديدا من جانب الشرعية لحماية مواردها النفطية وضمان حقها في استئناف عملية الإنتاج والتصدير؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، كما سيكون معنا الأستاذ عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي عبر سكايب من كوالالمبور. مساء الخير عليكم ضيفي العزيزين. مساء الخير أستاذ عصمة. أهلا بك أستاذ محمد. لو أبدأ معك ونتحدث عن أن شركة صافر في مأرب أعلنت استئناف تصدير النفط اليوم، والسؤال قبل كل شيء، لما لم يتم تصدير النفط خلال 5 سنوات الماضية؟ لماذا الآن؟ نعم أستاذ محمد، هل تسمعني؟ أهلا وسهلا، نهنى الجميع بأعياد سبتمبر وأكتوبر، وأيضا بـ5000 يعني برميل بترول التي صدرت اليوم من مأرب إلى شبوة. نعم، لكن يبدو أن الصوت متأخر.
نعم، إذن هل استمعت لسؤالي أم أعيده؟ وهناك صدى في الصوت. نحن في اليمن يعني كنا ننتظر هذه الخطوة منذ فترة بعيدة. اقتسم الحوثيون والإمارات. نعم، اقتسم الحوثيون والإمارات يعني المنع الذي تم والعرقلة التي تمت منذ 2014 حتى الآن، كانت الخط يسيطر عليها الحوثيون، خط التصدير. بعد ذلك تحررت البلاد وخرج الحوثيون وبقي الخط بيد الإمارات حتى المشكلة الأخيرة التي حدثت والانقلاب الذي حدث في عدن والتحرير الذي اكتسبته قوات الشرعية بعد طرد الإمارات من والمجلس الانتقالي من شبوة وأبين وما حصل بعد ذلك. نعم، إذن أنتقل إليك أستاذ عبد الواحد. أستاذ عبد الواحد، كيف تفسر خطوة تصدير النفط من صادر وتأخير القرار حتى الآن؟ وفي البداية أنا أستغرب أن يتم استئناف التصدير بهذه الطريقة التي لا نجد فيها حتى شخص مسؤول من المسؤولين الموجودين، سواء في شركة صافر أو في وزارة النفط أو في محافظة مارب، أن يطلع باسمه وصفته للتصريح عن الموضوع وإنجاز مهم، والبلد والحكومة تنتظر هذه الخطوة من سنوات. كل ما وصل لنا من الصحافة هو عبارة عن شخص مصدر مجهول من شركة صافر أعلن أو سر لنقل خبر إعادة تصدير النفط عبر ناقلات، وكأن الموضوع غير رسمي أو غير يعني لا يدعو للفخر أو ما إلى ذلك. واضح أن هناك مشكلة، خصوصا أن محاولاتنا كلها باءت بالفشل، التواصل مع المسؤولين سواء في وزارة النفط أو شركة صافر. فالآن في هذا الوقت لماذا تم إعادة أو محاولة إعادة تصدير النفط عبر الوايتات إلى غرب عياد، برغم أنه إحنا كان متوقع أو زي ما تم إعلانه مسبقا أن يتم التصدير عبر الأنبوب الذي مفترض الانتهاء من إنشائه والموصل بين شركة صافر أو بين موقع صافر إلى منطقة غرب عياد، ومن هناك يتم التصدير عبر الأنبوب إلى ميناء النشمة الآن، لكن هذا لم يحدث وتم التصدير بالوايتات. طيب طالما أنت قادر تصدر بالوايتات، إيش اللي خلاك منتظر ثلاث سنوات حد يعني إلى الآن يعني؟ وما هي أخبار أصلا وما هو الوضع بالنسبة لمشروع الأنبوب المفروض أنه يوصل بين القطاعين؟ ماذا حدث فيه؟ لأنه إحنا وصلنا تم توصيل أو تم عمل بعض الإنشاءات فيه، ولكن جاء موسم الأمطار وتعرض الأنبوب للجرف أمطار وبالتالي تعرض إلى تدمير كثير. فنحن محتاجين نعرف ما هي أخبار الأنبوب، خصوصا هذا المشروع كلف الدولة 80 أو ما يقرب من 80 مليون دولار لمد الأنبوب ما بين غرب عياد وصافر في مسافات تقريبا 80 إلى 100 كيلومتر. فالتعتيم الإعلامي أو عدم الإفصاح عن ما هو حادث، بالإضافة إلى الحادثة التي حصلت أول يوم للشحنات، تضع كثير من التساؤلات عن طبيعة هذه العملية بدروم. إحنا محتاجين ننتظر بعض الوقت لنتابع ونشاهد ماذا سيحصل في هذا الموضوع، لأنه زي ما أنتم ذكرتم في التقرير وزي ما أنت ذكرتي أستاذة آسيا، إنه الشعب اليمني والحكومة اليمنية ينتظرون بفارغ الصبر جهود إعادة تصدير النفط والغاز المسال لدعم الخزينة العامة للدولة
بالعملة الصعبة والإيرادات التي تقريبا أفرغت منها طوال السنوات نعم. الماضية، إذا دعني أضع تساؤلاتك هذا والشعب أستاذ غير عبد الواحد. المتحمل. نعم، سنتناول الأمور الأخرى قبل أن نصل إليها. دعني أنقل فقط تساؤلاتك لضيفي عبر الأقمار الصناعي الأستاذ محمد. يستغرب ضيفنا عبر سكايب الأستاذ عبد الواحد العوبلي من هذا التأخر الذي كان بحجة عدم استطاعة تصدير عبر الأنبوب وعدم رغبتهم بالتصدير عبر الوايتات، لكن ما حدث اليوم أنه تم التصدير عبر الوايتات بالطريقة التقليدية ولم يتم عبر الأنبوب. لماذا برأيك هذا التأخير؟ بصراحة يعني دعينا نجيب بالبلدي، المهم أنهم صدروا، وأنا مع الأخ عبد الواحد. لماذا لم يصدروا بالوايتات منذ فترة؟ إذا كان بالإمكان أن بالناقلات أن ينقلوا النفط من شبوة، وأنا يعني خاطبت أحد المسؤولين في صافر وسألته إذا ما يعني ما هو العوائق، هل لا يستطيعون التصدير إلا عبر رأس عيسى يعني من صنعاء إلى الحديدة؟ لكن قال لي بالإمكان التصدير عبر الناقلات وهي مكلفة. لكن أيضا هناك موضوع طرحه الزميل عبد الواحد، وهو يعرف جيدا أن هناك أنبوب يأتي من شبوة إلى مأرب، وهو الذي كان يصدر عبره بترول شبوة عبر مأرب، لكن هي كانت ربما تحتاج إلى عملية فنية نحن لا نفهم بها. هل يستطيعون أن يعيدوا البترول مرة أخرى من مأرب إلى شبوة ويصبح خط تصدير؟ أنا أيضا في زيارتي الأخيرة لصافر تحدثت مع المسؤولين وقالوا لي أن المسألة تحتاج إلى عمل فني، لكنهم قالوا أنهم جاهزون لتصدير الغاز وجاهزون لتصدير النفط. أما لماذا صدروها بالناقلات، فأعتقد أن الخط الآن أصبح بالإمكان يعني تحت سيطرة الشرعية. ما حصل هو يعني مناوشات من إحدى القبائل، يعني لا أحد يدري ما سبب هذا العمل الذي قاموا به وإحراق الناقلة، إلا أننا مع أن هذه الشحنة 5000 ننظر إليها بأنها في الميزان، في ميزان صراعنا مع الأصدقاء الأشقاء، مع الأعداء الأصدقاء كما يقال، أنها 50000 برميل. صحيح أن صافرة تستطيع أن توصله إلى 15 وإلى 20 وإلى 30 كما ذكر في المرويات عن مصدر في صافر، إلا أننا ننظر إلى هذه 5000 على أنها فاتحة مهمة جدا. ننتظر أن تنقل أن ينقل البترول وأن ينقل الغاز بعد ذلك، وهو المورد الأكبر. المورد الغاز الآن هو المورد الأكبر، لماذا لا يصدر؟ وهو يمكن التساؤل الأهم، أقوى من التساؤل الذي يقال أنه لماذا تأخروا أو لماذا. التأخر واضح من سببه، وأيضا 5000 أو عبر الناقلات وسببه فني كما قيل في الشركة، لكن أيضا الشركة اليوم لم يتحدث أحد منهم عن لماذا هذه الكمية، ولماذا أيضا وكيف ردوا على التقطع الحاصل في طريق دمشق بعد شركة صافر. لا أحد يعرف ما هو هذا، لكن أنا أؤكد أن 5000 اليوم هي مفتاح لتصدير 50000 والعشرين والثلاثين والأربعين، وهو يعني موعد مهم جدا، وإن تأخر إلا أننا بانتظاره، وللحكومة ما تجيب عنه في هذا الموضوع. لماذا؟ هل هو جس نبض لمدى قدرتها على حماية الطريق أو للتصدير المباشر أو يعني لتلمس يعني المعوقات التي ستواجه الشحنة المكونة من 10 قاطرات؟ هذا ما عندي. نعم، إذا إن سمحتما ضيفي الكريمين أن ينضم معنا عبر الهاتف محسن الحاج مستشار محافظ محافظة شبوة عبر الهاتف من شبوة. مساء الخير أستاذ محسن. مساكم الله بالنور أنتم والمشاهدين وضيوفكم الكرام. أهلا بك أستاذ محسن. نود أن نطلع على الوضع لديكم بعد استئناف التصدير عبر شبوة، خاصة وكان هناك بعض العراقيل من قبل الشركة النمساوية OMV التي رفضت التفريغ ثم تم بعد ذلك. ما هي صورة الوضع لديكم؟ يعني ما السؤال مبثور، يعني تقصدوا التصدير من شبوة ولا من مكان نعم. آخر؟ نعم ها؟ نعم، يعني تحدثنا عن استعادة هذا أو عودة هذا القرار بإعادة التصدير عبر شبوة.
طبعا النفط عبر ميناء النشيمة النفطي من حقول العقلة مستمر منذ العام الماضي ولم يتوقف إلا في حالة بسيطة وهي عندما فجر الأنبوب من قبل بعض العناصر الخارجة عن القانون، فالنفط مستمر تصديره من منذ عام أو أكثر. من أين هذا هو الحالة اللي سألت عنها؟ نعم، لكن يعني نحن نتحدث عن قرار صافر بعودة التصدير اليوم منذ 5 سنوات وهو متوقف، هل تجد أن هناك أراقيل يمكن أن تحول دون ذلك؟ يبدو المعلومات غير واضحة عندكم. التصدير طبعا استئنف الإيقاف تصدير النفط تم في العام 2015 عندما انقلبت الميليشيات الحوثية على الشرعية طبعا. ثم استأنفت مع بداية 2018 ومستمر إلى اليوم، يعني لم يتوقف إلا في حالات مثل ما ذكرت لك، حالات بسيطة وهي حينما فجر الأنبوب مرة أو مرتين كذا في أوقات متفاوتة، ولا فالنفط مستمر في الاستمرار في التصدير يعني. عبر شركة صافر. السؤال لم يكن هكذا، السؤال أن أنتم تسألوا هل يصدر النفط شبوة؟ بمعنى لا، أنا أسألك عن قرار عودة التصدير من شركة صافر التي أعلنت اليوم بذهاب 5000 برميل عبر شبوة. أستاذ محسن، يعني ما هي المعوقات التي قد تواجه هذا التصدير عبركم من شركة صافر؟ عفوا، في السؤال الاول لم يذكر صافر، لكن نجيب على السؤال. طبعا بدات اليوم اول شحنه لتصدير نفط من حقول صافر عبر انبوب الممتد من العلم الى 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 النشيمه، الى ميناء النشيمه النفطي. وقد بدات اليوم تصدير اول شحنه تقدر بحوالي 5000 برميل. نعم، إذن برأيك من هي الأطراف المتضررة من استئناف عملية التصدير وانتظامها من وجهة نظرك؟ طبعا هذه ثروة سيادية تعود على الوطن بالنفع وتعود على الاقتصاد الوطني بالتعافي، ولن يتضرر منها إلا شخص أو جهة لا تحب الخير لليمن وللبلد بشكل عام. نعم، إذا هناك أيضا تساؤل وهو يعني حول عودة الحكومة أو تواجدها في المناطق المحررة للإشراف على مثل هذه الأمور، وخاصة وزارة النفط، ويعني تمام بقية أعضاء الوزارة حتى يعني تمر بقية الأمور بشكل منتظم وتعود الأمور على ما كانت عليه سابقا. الحكومة يفترض أن تعود إلى المناطق المحررة. المناطق المحررة اليوم ما نسبتها 85% من مساحة الوطن. والصحيح أن الحكومة تعود إلى المناطق المحررة وتشرف على كل الخدمات وكل الأمور التي يحتاجها الشعب، ليس على موضوع النفط فقط. الشعب يحتاج الى حكومه تسير امور الحياه فيه، تعيد تطبيع الحياه في كل مناحي الحياه. فكل الشعب يتطلع، ونحن منهم منتظرون ان عوده هذه الحكومه الى المناطق المحرره لاداره الدوله من هنا من المناطق المحرره، وهي مناطق مؤهله ومدن مؤهله لاستقبال الحكومه ولاداره الدوله منها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك محسن الحاج، مستشار محافظ محافظة شبوة، كنت معنا عبر الهاتف من شبوة. أعود إليك أستاذ عبد الواحد. أستاذ عبد الواحد، يعني لو سألتك حول من هم المتضررين من إعادة تصدير النفط، يعني ما أن تحركت الناقلات اليوم حتى تمت مهاجمتها وكأن الأمر منتظر لهذه الناقلات، من هي الجهات التي قد تتضرر من هكذا قرار؟ طوال الثلاثة أو الأربع سنوات الماضية تعرض نفط صافر للنهب والتهريب المنظم
وأكيد أن هؤلاء الجهات أو هؤلاء الناس المتورطين في عملية سرقة ونهب النفط الخام هم من سيعملون أقصى ما يستطيعون لوقف مشروع إعادة تصدير النفط الخام. وبالتالي بسبب أن هذه الخطوة ستقف ضد مشاريعهم الشخصية وضد منافعهم المادية، فهم يعملون بشكل كبير على منع إعادة التصدير، والتي نتمنى أن تبوء كل جهودهم بالفشل. وكان طبعا أول خطوة من هذه الخطوات هي الهجوم الذي تعرضت له القافلة المحملة لكميات النفط في طريقها إلى غرب عيان للضخ من هناك. من الجانب الآخر، قد تكون مثلا أي قوة إقليمية، قد تكون الإمارات، قد تكون غيرها، ممن يحرصون على تقويض اليمن اقتصاديا وإبقائه ضعيف وبدون موارد، فقد يحرصون على عدم قدرة اليمن في إعادة التصدير، سواء من صافر أو سواء من بقية القطاعات المتوقفة. أتكلم على مثلا قطاع جنة هند الكبير، الذي يستطيع إنتاج كميات كبيرة، والمفروض إعادة تشغيله في أسرع وقت ممكن، طالما هو الأنبوب المفترض أن يكون جاهز. الفكرة الآن تتمحور حول مدى قدرة الحكومة والسلطة المحلية في مأرب على حماية هذه الخطوة وعلى استمرارها، وبعد ذلك على مراقبة و متابعة الإيرادات ومطابقتها مع تقارير الإنتاج اليومية، والتأكد من أن هذا الإنتاج تذهب جميع إيراداته إلى خزينة الدولة ولا تضيع مثل ما ضاعت غيرها من إيراد. نعم هذه الخطوة تتصور أنها من المهم أن تتم لكي تستطيع الحكومة تستطيع البلد أن تستفيد من إعادة التصدير. هذا بالإضافة طبعا إلى خطوة إلحاق النفط الخام بالغاز المسال، إنه طبيعي بمجرد أن يتم إصدار أو يتم تصدير النفط الخام سيكون عليهم تصدير الغاز المسال، ما لم هم سيضطروا إلى حرق كميات كبيرة من الغاز التي لا يستطيعون ضخها أو إرسالها إلى ميناء الحاف على بحر العرب. نعم، إذا قبل أن أنتقل للأستاذ محمد، أحب أن أنوه لكم ضيفي العزيزين وللسادة المشاهدين بأننا حاولنا التواصل مع الأستاذ سالم كعيتي مدير عام شركة صافر، ورفض الظهور معنا ولا نعلم ما هي الأسباب. كنا نود فقط أن نسأله حول هذا القرار ومدى استمراريته وما هي الآليات المتبعة. أعود إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، ربما طرح تساؤل الأستاذ عبد الواحد حول ما مدى قدرة الحكومة على حماية هذه الخطوة واستمرارها ومتابعة أيضا إنتاجها وإيراداتها. بالنسبة لقدرة الحكومة، هو الموضوع واضح، هناك منطقة عسكرية بالكامل هي التي تضم مأرب وشبوة، وهي منتشرة على طول الخط الاستراتيجي الهام، وهو مورد وشريان اقتصادي مهم ولا يمكن التفريط فيه. ويمكن اعتبار ما حدث اليوم في أطراف مأرب على أنه يمكن اعتباره حدث عارض، ويمكن اعتباره رسالة للحكومة بأن هذا الموضوع خطر وأنه لم يغلق منذ 5 سنوات ليفتح اليوم بكل سهولة. لكننا نستطيع أن نحكم على الشحنة الأولى بأنها وصلت بنجاح، واجهت عراقيل في مأرب وفي شبوة عند الشركة النمساوية، ثم بعد ذلك يعني أفرغت شحنتها. هذا نعم، هو المهم. عند ذكرك غدا شحنة جديد الشركة النمساوية وخمسة أستاذ آلاف محمد. برميل بترول سوف نحكم عليها بوقتها. نعم، عند ذكرك للشركة النمساوية OMV، برأيك لما رفضت في بادئ الأمر؟ ما هي علاقتها بهذا الموضوع؟ لم يجيبكم مدير الشركة، ولم أيضا نستطع أن نستوضح من المسؤولين في الشركة. أيضا نحن نتساءل جميعا، الجميع تابع، ربما ليست القناة بلقيس هي الوحيدة، بل تابعنا جميعا
في وسائل الإعلام ونحن كصحفيون وكمتابعون للشأن الاقتصادي نتساءل ما الذي حدث، أين وصلت؟ لكن حتى السؤال الفني لم تجيب عليه شركة صافر، لم يجيب عليه مسؤول العلاقات، حتى إحالة سالم كعيتي للعلاقات بالإجابة لم يحدث بعد ذلك. ربما هناك إجراء فني وبعد ذلك تم الحديث عنه على أنه منع، وربما أن هناك منع حقيقي. ليست لدي أي معلومات حول هذا، لكن الموضوع واضح أن هذا يعني منعطف جديد مضت عليه الحكومة وأقدمت عليه بكل جرأة، وهو شيء يعني إيجابي بالنسبة لإيرادات الحكومة وبالنسبة للعملة الصعبة التي رغم أن نعم العائد كما قلنا قليل بسبب عن المردود الاقتصادي أستاذ محمد، ولكن قبل ذلك أود أن أسألك أيضا يعني ما هي العراقيل التي قد تواجه هذه الخطوة يعني والتي لا سمح الله قد تعرقلها مستقبلا؟ غدا يوم جديد، وهو يوم يعني التصدير أصبح الآن يومي عبر 10 ناقلات تذهب وتعود، وربما هناك شركة يعني تكفلت بهذا النقل وقامت به، وهو يعني الغد ليس ببعيد سيكون شاهدا على أن الحكومة يعني ألغت جميع العراقيل وتجاوزتها، أو أنها يعني ما زالت أمام عراقيل جديدة. الذي يحدث هو أن صهاريج صافر مليئة بالنفط الخام وتحتاج إلى تصدير، وهذه الخطوة تأخرت بسبب عدم قدرة الحكومة حينها أمنيا وعسكريا بسبب الحوثيين، ثم بسبب سيطرة الإمارات ومنعها يعني لجميع الشركات باستثناء OMV. بعد ذلك يعني وصلت إلى يعني أنه لابد من التصدير. أنا أعتبر أنها خطوة جريئة، ولو كانت متأخرة خطوة مهمة. نحن نعلم ماذا تواجه الحكومة من يعني قيود مفروضة محليا وإقليميا وحتى من الجيران ومن الأشقاء ومن البنك الذي ما زال حساباته في الخارج مغلقة ولا يستطيع أن يجمع الإيرادات سوى إلى حساب آخر يعني في بنك سعودي. هذا هو الأهم في هذا الموضوع، ولكن نحن ننظر إليها بأنها خطوة جيدة ونتابعها، واليمنيون كلهم سيرصدون نتائج وتبعات هذه الخطوة ويراقبون من هو المعرقل، وأعتقد أن الشعب أيضا سيقول كلمته وأنه سيكون مرجح في مثل ما هو مرجح في كثير من القضايا. نعم، إذن اسمح لي أن ينضم معنا أيضا الصحفي فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الأكثر من رائعة. أهلا بك أستاذ فتحي. بداية، ما هو تعقيبك حول قرار صافر بإعادة تصدير النفط عبر شبوة؟ أولا، إذا أردنا أن نستعيد اليمن أو نستعيد الوضع السابق للحكومة، الوضع السابق للدولة، الوضع السابق للناس، فعلينا أساسا أن نعيد أساسيات الحياة في اليمن. واحدة من أساسيات الحياة في اليمن هي إعادة تصدير النفط، لأن النفط في اليمن هو واحد من أهم المصادر للعملة الصعبة للحكومة اليمنية وللاقتصاد اليمني ولدعم العملة. وبالتالي أساسا إذا أردنا أن تقوم الحكومة بواجباتها، أن يتم تعزيز سعر الصرف، أن تصرف المرتبات بشكل منتظم لكافة المناطق، فإن عملية تصدير النفط، إعادة تصدير النفط خطوة في الاتجاه الصحيح. لن يكون هناك طرف متضرر من هذه العملية إلا الأطراف التي تريد أن تظل مهيمنة على اليمن، على القرار اليمني للحكومة، على استقلالية القرار اليمني. وبالتالي فإن عملية تصدير إعادة تصدير النفط في شبوة وفي مارب وفي حضرموت وقريبا، وهذا ما نتمناه، إعادة تصدير الغاز أيضا، هي خطوات إيجابية وممتازة، ويجب أن تدعم ويجب أن تتحرك الحكومة، لأنه في حال وجدت الميزانية الكافية للقيام بكل الواجبات والمهام، فإن أعتقد أنه سنستطيع أولا أن نصل إلى عملية سلام حقيقية، ثانيا إلى وجود قرار حكومي مستقل، وثالثا الإيفاء بالمتطلبات للشعب اليمني بدلا عن المعونات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. المهم في كل هذا الأمر أن تكون هناك أيضا رقابة حكومية فاعلة على عملية التصدير، على الإيرادات المالية، لا أن تذهب هذه الإيرادات
في صناديق الفساد وسوء الإدارة. نحن بحاجة نعم إلى التصدير، لكن أيضا نحن بحاجة إلى رقابة حقيقية على ما يتم تصديره وما يتم بيعه من أموال. هذه الأموال يجب أن تذهب وفق القنوات المخصصة لها. شخصيا أرى أن الخطوة ممتازة، ممتازة جدا، ونتمنى أن تستكمل الحكومة عملية التصدير لكل القطاعات الأخرى. نعم، إذن برأيك أستاذ فتحي، من المستفيد محليا من تأخير أو منع تصدير النفط اليمني؟ حقيقة هذا السؤال لا يحتاج إجابة، كون أن الأطراف المستفيدة من عملية عرقلة تصدير الغاز تصدير النفط هي أطراف معروفة ومعلومة لكل. الطرف الذي يريد أن يظل مهيمنا على قرار الرئيس، مهيمنا على قرار الحكومة، مهيمنا على صرفيات الحكومة، القرار الذي يريد أن تظل قرارات الحكومة ومواقفها بيده، بالتالي لا أحد مستفيد إلا هذا الطرف. لكن نحن كشعب، كصحفيين، كنشطاء، كمنظمة مجتمع مدني، كسياسيين، كأحزاب، علينا أن ندعم توجه الحكومة نحو إعادة التصدير. هذا سينعكس إيجابا على سعر الصرف، سينعكس إيجابا على حياة الناس. المهم في الأمر أن يكون هناك فعلا رقابة حكومية فاعلة على ما يتم تصديره من نفط. نعم، إذا برأيك كيف يمكن أن تنظر القوى السياسية الجنوبية لخطوة استئناف النفط وتفعيل مؤسسات الإنتاج والتصدير عبر شبوة؟ بعد 4 سنوات من الفوضى في عدن وأبين ولحج وشبوة ومناطق كثيرة وغياب الدولة، أعتقد أنه هناك تيار شعبي كبير في عدن وفي المحافظات المجاورة بات يؤمن إيمانا مطلقا أن لا خيار إلا استعادة الدولة واستعادة مؤسسات الدولة وحضور مؤسسات الدولة وتفعيل سلطاتها وصرف المرتبات والقيام بكل الواجبات. بالتالي لا يوجد أي رفض شعبي لاستعادة الدولة وتفعيل نشاط المؤسسات، وجود حكومة قوية. المهم في الأمر ألا تكون الحكومة فاسدة، ألا تكون المؤسسات مترحلة، ألا يكون هناك عبث بالمال العام، ألا يكون استخدام المال العام أو السلطة العامة للمصلحة الشخصية. أما الناس في الأخير لن يقبلوا بأي وجود للميليشيا، لن يقبلوا بأي حضور لخارج أي سلطة خارج إطار الدولة. وبالتالي الكل يؤيد هذه الخطوة. أنا أجزم لك أن الناس في شبوة، في أبيان، في كل هذه المناطق هم يؤيدون هذه الخطوة، وسيؤيدونها أيضا وبقوة حينما سيرون أنها تنعكس إيجابا على حياتهم، حينما سيرون أن الكهرباء متصلة، أن الماء متصل، أن الرواتب تأتي، أن الخدمات الصحية موجودة، أن التعليم متوفر. هذه أساسيات الحياة إذا استطاعت الحكومة أن توفرها عبر ما تجنيه من أرباح بسبب بيع النفط فالناس ستقف. لكن أتمنى ألا تذهب هذه الأموال، يعني إلى ألا تذهب في وضع لا نعرف إلى أين تذهب. مثلا أتحدثك عن شبوة، شبوة هي تصدر جزء كبير من النفط، وعاصمة المحافظة حتى اليوم حوالي تقريبا لا شهر دون ما كهرباء. لا يمكن للمواطن في ظل ظروف انقطاع الكهرباء وتردد الخدمات أن يدعم مثل هذه الخطوات. بالتالي قلنا للسلطة المحلية، ونقولها للسلطة المحلية في كل المحافظات الأخرى، أي تصدير للنفط أو إعادة تصدير للنفط يجب أن ينعكس أو أن يرتبط أساسا بإصلاح حياة الناس. يجب أن تصلح حياة الناس لكي يدعم الناس المؤسسات، لكي يدعم الناس كل سلطات الدولة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وعودة إليك أستاذ عبد الواحد. أستاذ عبد الواحد، لو تساءلنا حول ما هي أبرز معوقات تصدير النفط عبر شبوة من شركة صافر، خاصة والأخبار تتحدث عن أنه البداية ب 5000 برميل وقد تصل إلى 15000 برميل في الأيام القادمة. أولا قبل أن نبدأ نتكلم عن المعوقات، هل حصل لحد الآن؟ لا يوجد إعلان رسمي من شخص مسؤول عن أنه بالفعل حصل تدشين لإعادة التصدير. كل ما وصل إلينا هي عبارة عن تسريبات. لحد الآن لا يوجد شيء رسمي، ولم تعلن وزارة النفط
او محافظه مارب او حتى شركه صافر، كل ما هو موجود تسريب من شخص مجهول داخل شركه صافر انهم ارسلوا 5000 برميل داخل حاويه او داخل وايتات. فلحد الان الدوله لم تعلن رسميا استئناف تصدير النفط، وهذا هل تعتقد انه خشيه الالتزام استاذ عبد الواحد؟ الدوله نفسها او يعني هل تخشى الالتزام امام الناس؟ الالتزام بدأت... لماذا؟ لانه فعلا زي ما ذكر الاستاذ فتحي بالازرق، الاهم من موضوع اعاده التصدير هو ان يكون فعلا في التزام استمراريه وفي رقابه لهذه الايرادات والنفقات المصاحبه، لانه اذا لم يحصل ذلك فستذهب هذه الايرادات مثل بقيه الايرادات ادراج الرياح، زي ما ذكر انه في شبوه المحافظه بدون كهرباء منذ اكثر شهر وهي اكثر من شهر وهي محافظه نفطيه، فبالتالي الاهم من اعاده التصدير هو ان يكون تحت رقابه وتحت محاسبة وتحت متابعة من سواء المهتمين أو الناشطين أو الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، الأجهزة الرقابية، مجلس النواب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الجميع يجب أن يقوم بدوره للحفاظ على موارد البلد شحيحة في هذا الوقت. وبخلاف ذلك بحتاج كذلك نتابع كم يتم بالانتاج، لانه حسب المعلومات اللي عندنا وحسب اخر ما وصل انه مثلا شركه صافر حاليا تنتج ما بين 14 الى 15000 برميل يوميا، يرسلوا منها تقريبا حسب التصريحات من الشركه سابقا انهم بيرسلوا حوالي ما بين 7000 الى 8000 الى مصافي مارب لاعاده التكرير واستخدامها محليا داخل المحافظه وما حولها. بالتالي هم عندهم تقريبا 7 إلى 8 ألف برميل أخرى، مفترض أنها يتم تصديرها إلى الخارج، أين الفارق أو أين فالموضوع برمته يحتاج أن يتم تطبيق شفافية عالية في الموضوع، وأن يتم تفعيل مؤسسات الدولة سواء التنفيذية أو الرقابية لضمان الحصول على أكبر فائدة ممكنة للبلد من هذا الموضوع. والعمل بشكل سريع وبشكل عاجل لإنهاء الأنبوب الذي مفترض الانتهاء منه لتوصيل المنطقة ما بين صافر وما بين ضرب عياد، لأنه زي ما شفنا اليوم النقل عبر الروايتات في كثير من المخاطر وبيدخل الشركة والمحافظة والبلد بشكل عام بشكل ثانوي ليست بحاجة لها حاليا، لأنه يقول لك أن المنطقة التي تمر بها الناقلات لديهم هم الوايتات الخاصة بهم ويريدون تأجيرها على الشركة، وبالتالي يحاولوا فرض قرار عبر الإحداث اللي حصل اليوم. فالأنبوب سيوفر من هذه المشاكل، يوفر أيضا من تكلفة النقل إلى الميناء الخاص بهم. نعم، إذا أعود إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني برأيك هل يمكن تعزيز هذه الكمية ورفع يعني كما تم الإعلان، خاصة والأستاذ عبد الواحد يطرح تساؤل لما لم يتم الإعلان رسميا من قبل شركة النفط أو الوزارة؟ يعني هذا أمر ربما أنت احتفيت به بداية اللقاء، كان يفترض أن يعني يتم الاحتفاء به ويتم التصريح حوله، ولكن لا نجد عمليا أي مصدر رسمي تحدث عن ذلك. في الواقع لا، يعني لا تشهد مثل هذه العمليات، لا تسبقها ولا بعدها يعني بلاغات صحفية ولا مؤتمرات صحفية، هي عمليات نقل داخلي يعني تمر من شركة إلى أخرى وعبر أطر رسمية. تواصلنا مع الشركة قالوا أن هذا موضوع فني ولا يحتاج إلى تصريح صحفي، يعني لا يوجد لديهم ما يقوله، صدرنا 5000 وخلاص يعني، وإن لم نكن سمعناها رسميا لكن ربما سمعناها مشافهة عبر الهاتف أنا وعدد من الزملاء، والمصدر الذي تحدث ونقلت عنه جميع الوكالات الأنباء التي تابعناها اليوم.
5000 أعتقد أنها الرئيس هادي في مثل في أكتوبر في مثل هذا الشهر العام يعني الماضي في خطابه في مع الحكومة بحضور رئيس الوزراء ويعني نائب الرئيس وغيره تحدث ووجه بأنه يجب تصدير النفط من جميع الحقول وحددها بالاسم ميناء وذكر ميناء النشيمة تحديدا. يعني تأخر الموضوع أعتقد حوالي عام كامل عندما يعني بدأت الحكومة بالتحرك، تفاءل الجميع ودعونا نحتفي بهذا الموضوع حتى ولو لم يكن مصدرا رسميا قد تحدث به، إلا أن هنا لا يوجد هناك نفي، وصور الناقلات وصلت إلينا وتحركها أيضا وصلت ونشاهدها الآن عبر قناتكم، والتعزيز مهم جدا في المرحلة القادمة. الشركات تقول أن لديها يعني أنها كانت يعني تستخرج حوالي 21,000 يعني من النفط، ثم يعني تصفي بعضه في المصفاة والباقي تذهب لتعود به إلى المكامن في نفس المكان، يعني لابد من إخراجه من استخراجه، وإذا وجد لا يمكن أن يجلس في الصهاريج، سوف يتحرك مباشرة إلى 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 شبوة. وأنا شخصيا بحثت في هذا الموضوع في عام 2016، لماذا لا تستطيع الحكومة من مأرب أن تصدر النفط من صافر إلى يعني عبر شبوة؟ قالوا أنها مكلفة، ووصلنا اليوم إلى الوضع نفسه وفوجئنا أن الناقلات هي الحل الأبقى في هذا الوقت على الأقل. نعم، إذن برأيك أستاذ محمد لما لا تتواجد الحكومة عبر وزارة النفط عبر الأشخاص المعنيين تثبيت الحماية اللازمة متابعة الأمر؟ يعني هذه الأمور أعتقد أن وجود الحكومة سيغير فيها كثيرا. بالعكس، الحكومة هنا متواجدة بشكل كبير جدا سواء في شبوة أو حضرموت أو مأرب وفي الطرقات، ورغم نقصد القيادة أستاذ محمد يعني رئيس الوزراء وزير النفط لما لا يتم العودة؟ يعني ما الذي يقومون به من الرياض؟ نعم. يعني ألا هذا مطلبنا؟ هذا نعم، هذا مطلب الجميع، والجميع يطالب بعودة الحكومة إلى أي محافظة محررة، وإن كان يعني العودة إلى عدن هو مطلب يعني العموم أبناء الشعب، وأعتقد أن لعودتهم أثر كبير جدا، كان تواجد الحكومة في عدن له أثر كبير أيضا على العملة، على الـ يعني الهدوء، حالة الهدوء والاستقرار التي تشهدها عملة البلاد واقتصادها، وبين الحين والآخر يطمن البنك المركزي التجار. الآن الوضع مختلف تماما، البنك في عدن وهو بشكل شبه محاصر، التجار هنا وهناك يحافظون على الأموال بأيديهم، لا يستطيعون أن يتحركوا بها يمينا وشمالا، الكل متخوف من الوضع، وخاصة عندما تأخرت الرواتب. يأتي هذا البصيص من الأمل في هذا الوقت بالذات ليقول أن الحكومة متواجدة وهي تعمل رغم كل القيود التي تكبلها، سواء في الرياض أو في عدن أو في مأرب أو في شبوة أو في أي مكان. هذا هو الآن الذي نستطيع أن نقوله، لا يوجد شيء يمكن القول إلا أننا في الطريق الصحيح، وإن أبطأنا كبطء السلحفاة. نعم، إذن شكرا لكم ضيفي العزيزين الأستاذ محمد الجمعي الصحفي الاقتصادي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، والشكر لك أيضا أستاذ عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.